صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (45) لسنة (2020) بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية جاء فيه: يشكل مجلس امناء اكاديميه محمد بن مبارك ال خليفه للدراسات الدبلوماسيه برئاسه وزير الخارجيه وعضويه كل من الشيخ الدكتور عبد الله بن احمد ال خليفه الشيخ الدكتوره رنا بنت عيسى ال خليفه الدكتور ناصر محمد البلوشي الدكتور ابراهيم يوسف العبد الله الدكتور محمد غسان شيخه الشيخه الدكتوره منيره بنت خليفه ال خليفه وتكون مده العضويه في المجلس اربع سنوات قابله للتجديد